كان ديرو بحال هيدا طراق كنتعلاو كنكونو في شكل اخر عقلو على هاد الوجه عقلو على هاد الحال اوكي سلام صحابي كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير سمحوا لي ما درتش لا فيديو اللي وعدتكم به علاش حيت اليوم ما درت والو في الدار حيت بالصباح تفكرت باللي راه انا اليوم الجمعه انا اليوم معروضه واحد لا سواري اونتر في دونك شنو قلت مع راسي غنمشي لا سواري ما ندير والو اليوم ما تابعاني حتى شي حاجه دونك قلت نصور لكم التغير الملحوظ الذي سيطرأ على نرجس الحلاق غنبدل حالتي ومتوحشن محشن نتهلا في راسي ندير شي حمام زوين نتريلاكس نسمع موسيقى زوينه تفرجت فيلم ديجا تهليت في راسي اليوم صوبت واحد الكميله ديال العدس زوينه ايوا قلت لكم ندير اليوم نبدل عليا ونخرج في الليل ملي جيت لكندا ما خرجتش في الليل خرجت واحد المره مع اونامي صافي ما عاودتش خرجت دونك اليوم انا غنخرج في الليل غنمشي أن وليت باسله اليوم نبسال ونخرج امشي ونتعشى وهذا نسمع شويه ديال الموسيقى وساعود الى المنزل دونك يدوزوا من مورايا مع 8 دابا هذه 6 دونك مازال لي تقريبا جوج ساعات هاد جوج ساعات ندوش ونوجد راسي نص ساعه ندوش ومشي غندوش ندير حمام نتخشى وغنسخن وغنسخن عظيمتي وعظيمه ديال بنتي واشي لا هو كيحنقص حدايا شفتوه راه ما كينقش كيبقى بحال هكذا كيطلل من تما يعاود يطلل مليه وخنخلي الباب البالكون محلوله ونخرج نمشي كيبقى هنايا اشيل اش كدير اش كدير اشيل واش كتصدى يا ولدي شوفوا من شبه امه فما ظلم الشميشه كتمشي عايشك تريري يا ذكا حلوة وبالقلب تديك تريري يلا هو نمشي وندخل الحمام نوريكم بعدا كي صاوبتو داك الشيء كنتهلا في راسي نتهلا في راسي بيني وبين راسي نتهلا في البنوته نسخن شي شويه وابخي غنمشي وانا مرتاحه نخرج وانا بيان غولاكسي اي فرصه تعطاتكم باش تهلاو في راسكم ما تضيعوهاش تهلاو في راسكم الشغل ديال الدار ولا داك الشيء ديال الاهتمام زعما بالدار والتسياق والجفاف هذا الشيء هذا كله ما غيهربش خص الدار تكون نقيه وكل شيء مي جاتكم فرصه فين تفوجوا وتخرجوا ولا تهلاو في ريوسكم في لو كور ديالكم في وجهكم في شعركم ديروها بلا ما تفكروا دو فوا اوكي يلا معايا كانه جيت درت بحال الشبح شعلت الموسيقى درت الماسك في وجهي درت الزيت لشعري شعلت الموسيقى دابا غنتخشى نوريكم الماسك اللي دايره في وجهي بيان سور ونرتاح واحد نص ساعه ونخرج سنبيا ما نسخنش بزاف ها هو الحمام ديالي وجدته درت شويه ديال العود هنايا دابا شويه نخرجو غنخليه واحد شويه ونخرجو الشميات نتكال واحد نص ساعه بعد ما سرير وابخي نبدا نوجد راسي باش نخرج في سواري اونترفي نتهلا في راسي وفي البنوته نتريلاكس شويه هنايا ها شنو دايره في وجهي كنت ديجا وريت لكم هذا ياكم عقلتو هاي قولوا لي بصحة هنا ساليت مسحت شعري دابا غنشفو عرفتو بليته استمتعت بقيت جلست انا نسيت راسي دابا غنشف شعري عرفتي شنو
الله تحت لي فراسي دابا ندير هذاك بحال هذاك تشالنج اللي كيهبطوا بحال هادو كيطلعوا كين كي ندير له كنديروا بحال هذا طراق كنتعلى وكنكونوا بشكل اخر عقلوا على هاد الوجه عقلوا على هاد الحاله اوكي جيت كيوت الصراحه المهم راه انا لابسه هادي ومع واحد لاجوب من بعد نوريها يلا راه السيده جات جبتها لاصقه هي هذيك عباره عباره مشينا يا لصق لي والمدان حبيبي راسو مري فراسكم انا وجاني راسي غريبه على راسي هادي بعدا باش نشرح لكم هادي قبل ما تولي هاد الحاله اللي كتشوفوا هادي شنو هادي راه نغوب زعما ولكن ملي جيت نلبس وهي توصلت لي تلنا وانا شنو ندير وانا نخليها لتحت ولبس فوق منها هاد لاجوب هادي ديال الكوير صافي حنا كنتسناو لي في الاخرين فواحد البلاصه سميتها ليالي بيروت غيكونوا الناس اللي ساكنين هنا في مونريال كيعرفوا ولكن راه جيت بحال شي حاجه مربعه خبرس انا كنجيو نهضر معكم في الطواليت حيت ما يمكنليش نهضر نهائيا كليت شويه ديال سلطه كليت شويه ديال ورق العنب كليت شويه ديال واحد لي سيجار فيهم فرماج و فرماج و لي زيبينار ايوا دابا خصكم تشوفوا العروسه والعريس كيشطحوا بالكمامه هادشي اللبنانيين مكفهم فيه حتى لا ما كنعرفش حتى ما كنحفظش اغانيهم عندكم اللبنانيين والعراقيين انا بارك عليا كنحفظها المغاربه هادي دابا 12 ديال الليل انا بغيت نمشي بحالي دونك كنتسنى دابا اوبر باش يجي من مورايا ونمشي حيت بغيت نعيط صباح الخير البارح سمحت فيكم مشيت انا مشيت صباح الخير صحابي ها انا صحابي سمحوا لي بزاف البارح ما قدرتش نصور لكم الفيديو ملي رجعت حيت لا كاميرا كانت مديشارجيا دونك ما قدرتش نصور نهائيا باش عاد نشارجيها ونصور لكم كان صعيب عليا بزاف دونك نعست ماشي كاو سمحوا لي راه واحد الشمس مطنطنه راه محيده لا لوميير كلها هي مش الشمس دابا كنحاول نحيد الغموليه ديال البارح شوفوا سبحان الله البارح شنو انا غاده غير باش نتعشى مع سواري اونترفي باش نتعشى وهذا ونسمع شويه الموسيقى ايوا صدقت ديك هذاك الريستوران كان فيه عرس وصدقت حاضره العرس بخير عجبني الحال عجبني الحال الصراحه سما في فريمون بليزير واخا عييت بزاف ماشي غير عييت ناري راه تقتلت بالعيا ما يمكنش عييت بزاف دونك انا دابا يلاه فاقت عاد نفطر غادي ندير بزاف ديال الحوايج اليوم ان شاء الله نحاول نقاد الدار واخا جو سوي تري 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 فاتيغي ولكن ماشي مشكل غنحاول انني نقاد الدار نسالي عليا داكشي حيت قربت لا سوربريز اللي غندير لكم قربت وغنديرها في الدار دونك خاص الدار تكون مقاده وتكون مصاوبه مزيان ملي كنلعب شعري حيد بون
صافي هذا مكان دونك دابا نفطر وغنوض نشمر على دريعاتي لالا وغندير اليوم مشهيه خضيره نطيب خضيره فوالا دونك كنبغيكم بزاف 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 تهلاو فراسكم اللي ما ابونيش يتابونا خليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير وباي باي السلام عليكم.